بابتسامة تكفي لإزالة متاعب يوم دراسي، استقبلت سهير أولادها بلهفة كبيرة تعطي دافعاً أكبر لهم ليكملوا نهارهم بنشاط، وتشحن هي طاقة لصباح جديد مفعم بالأمل والحياة. شعور كتير حلو إنه خلصوا من العطلة وراح يروحوا على المدارس، داوموا إنه يرجعوا للدراسة، يرجعوا لأصحابهم، يعني الحياة الاجتماعية بترجع منيحة. جدولهم جاهز. بين خيارات عديدة، ارتأت سهير أن نجاحها يكمن في تسخير كل وقتها لهم من احتياجات تعليمية ومتابعة تربوية. الدور لازم من الصبح لحد ما يروحوا على تخوت يناموا، أكيد متواصل الدور، حتى نشاطاتهم خلال اليوم غير الدراسة، اللي عليه نشاط رسم، اللي عليه نشاط كرة سلة، اللي بده شناتي والكتب وروحي على المكاتب وتجليد، كل هاي الأشياء بدها تحضيرات من قبل، يعني من أول الشهر 8 ممكن، لأنه بدها شهر عشان نجهز كل شيء. إلى جانب المصاريف والأقساط، حين تعود المدارس تتجدد مشكلة أخرى وهي صحوة الأولاد باكرا، ومعظم الأمهات مثل سهير تماما يعانين من إعادة تنظيم نوم أطفالهن بعد انتهاء العطلة الصيفية. برافو، فقتوا بدري اليوم. دائما أول شهر كتير صعب لأنه يرجعوا يتأقلموا إنه ننام بدري ونفيق بدري وفي دروس وتعوا أقعدوا، تعرف لأنه كانوا شهرين عطلة متعودين إنه ننام وقت ما بدنا، نفيق إمتى بدنا، نروح نيجي. مرات كيف الإمداد تسمى، مرات بصرخ، مرات بقول لهم مثلا بحاول إني أعاقبهم على أشياء، بس برضو بدهم لسه وقت، يعني مش دايما بيردوا. وتبقى هموم الأطفال أسعد مشاغل الدنيا للأمهات، ففيهم يعلقن أحلامهن بمستقبل يليق بأولادهن، متمنين أن يختبروا حياة أفضل وأن يخفي لهم القدر نجاحا ويكبروا ليكونوا من المؤثرين في مجتمعهم. هذه الحقائب المدرسية تحمل في ثناياها مستقبلاً مجهولاً، تحرص هذه الأم على تذليل عقبات لفلذات أكبادها، مكرسة جل وقتها لتلبية احتياجاتهم رغم مشاق الحياة والتزاماتها، ومؤمنة بأن بالعلم سيصبح هؤلاء الأطفال صناع الغد المشرق. من الرملة لليوم على الحرة، مرام مصلح.